أخبارنا المحلية بقى، مباراة المصري امبارح مع القطن الكاميروني، مباراة يعني مباراة صعبة، مصر كانت مملة جدا، مباراة بطيئة جدا، مباراة ما لهاش أي ملامح. فريق القطن فريق متواضع، المصري ضيع يعني فوز سهل من إيده في الكونفدرالية، سهل جدا كمان. معين الشعباني قال لك احنا سيطرنا على الشوط الاول وكانت لنا عده فرص سهله، وتاثرنا الشوط الثاني بالحر والرطوبه اللي في الكاميرون، لكن اللي جاي هيبقى افضل في المجموعه، في مجموعه الكونفدراليه. الجانب الثاني بقى، حسن عمار عضو مجلس اداره النادي المصري برضه طالع بيتكلم وبيعترض على ميعاد الدوري، بيقول احنا هنرجع مصر يوم 15 وعندنا ماتش يوم 17 مع سيراميكا كليوباترا، وعندنا ماتش يوم 20 مع مازيمبي، فاكيد انا هلعب 15، هرجع 15، هلعب 17 وهريح 18 والعب 9 واخد يوم 19 تدريب والعب مع مازيمبي يوم 20. فقال الموضوع صعب بالنسبه لي، وانا بطالب ان اتحاد الكره يشوف حل للموضوع ده، خصوصا ان انا ما عنديش لاعيبه دوليين ولا سيراميكا لاعيبه دوليين، فمش مشكله لو اجلوا لنا الماتش شويه. طبعا ده الكلام هو اتقال ومفيش رد من اتحاد الكره حتى الان.